ردي يبغى لك لا طالعين صوت. يلا حبيبتي مسكينه لا تحققوا احلامي. شنو اطلب منكم؟ ترفضوا لي؟ اطلب منكم يا اخوان روحي يومي جايتنا باحلام علي بعد ما تحبوني روحي روحي تعال تعال شوف بنتك شو تريد. قولي لي ايش بيكم تحيطون اثنيناتكم الصاير؟ اي والله زعلانه منكم. خلي تسمع ايش قلت لها. يا رب صاير شو شنو ايش قالت؟ على عيني شوف بنتك تدور تلعبون مره ما ادري شنو تعالوا الا تلعبون وياي. شوفها شوفها بابا بابا يلا روح اختر روح اختر يعني لحقت لي عشوائي عادي عادي تعال خلصني من مريم تعال والله بيقوم خناتنا. شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم مريم لازم نحقق كل احلامها. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد مثل ما شفتوا مريم تريد تلعب والله يضايق ويانا. الله يستر من هذا الفيديو. ها مريم يا جماعه حطوا لايكات على هذا الفيديو. مريم مريم صار لها يوما قاعد تبكي تريد تلعب ختيلان او الغمايه ضايق بالبيت مالتنا ولازم لازم انا وعلي مجبرين انه نلعب وياها هاي اللعبه فقلنا انه نشوفكم ويانا شلون راح تصير اللعبه. الله اللي احبابي الكبار اللي يلعبون معي انت شرا منو فاز بالتعليق الاجمل تعليق بالفيديو؟ اخيرا هذا التعليق الجميل فاز ويانا هدي العلي ايش كاتبه يمه شاحبكم طابقه ايجابيه واجمل مريومة عيني 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 شكرا لك هدي شرا تعال خلينا نعلق التعليق التعليق احنا بالفيديوهات ما نشغل التلفزيون وهذا تلفزيون كل فيديو راح ناخذ تعليقه ويمه لكل تعليقاتكم. يلا حبيبتي يلا الزقي طبعا هنا هدي راح يكون اسمها موجود والاسماء الباقيه ان شاء الله كليتها راح تنملي. يعني انتوا علقوا لنا اكثر تعليق حلو يعجبنا راح نسحبه وهمينا ننسخه وهنا نصير تعاليقكم كلها. عاشت ايد السر ها 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 هديل علي هذا اسمها هديل علي طلع عمي قال لي عدي من الواحد للعشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة شراء شرا قومي احسبي واني ومريم راح نختل وتدورين علينا. العلم احنا راح نسوي اكثر من مرحله بلعبه الغميضه او اكثر من شيء لازم هسه انا خلي كملي يلا يلا لازم تعدين الحد للعشرين تعدين واحنا نصيح لك حلال. يلا سرا يلا 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 صبري صبري بس دقيقه صبري يلا يلا سرا يلا خلص الوقت اغسلي يلا 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 قلبي يلا يلا طبوا بالكنتر طبوا بالكنتر يلا حبيبتي يلا يلا ها مريم يلا حبيبتي يلا اخذت البلكنتر دي بغير لا طلعين صوت. يلا حبيبتي حلال 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 لولا وينكم شماكة حلال 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 غشيتي ام الدنيا ما تعرفين تلعبين هاي اللعبه ما تعرفين بنتك ترى انهزمت برا الشارع احبه بس طلعت برا انهزمت لازم تدورين على مريم بكل مكان دوري على مريم يجوز بالثلاجه يمكن بالثلاجه يمكن بالثلاجه يمكن وين لعبت مسرى اخاف ورا التلفزيون يمكن ورا التلفزيون ترى ما اخاف بجيبك لا تجين بالغرفه ما ماكو بالغرفه ما موجوده ماكو بالغرفه ماكو قلت لك ما موجوده بابا ما موجود هاي جابها هنا يا جيتكم هسه انتوا خسرتوا لا لا بس لا لا يعني هي يعني انا خسرت لان هي اخر وحده تلقيتيها طبعا اجى الدور المريومه مريم اذا تغشين لا ادمرك اذا تغشيتي دائما تغشغشين بالتحديات يلا مريم يلا احسبي ما الا نقول لك حلال يلا اتفقنا هسه افتح لك اياها يلا يلا اخت حلال حلال علي وينهم؟ أخاف بالبردة لقيتش 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 علي وين؟ أخاف بالغرفة لحلقات بل؟ ماكو أنا أخاف عرفة بالكنتور ماكو تبي ترى وين؟ ما أدري في وين ترى العلي أنا شعليه اخاف سرعة اخاف سرعة غشيت اخاف سرعة غشيت شلون؟ قاعدة هنا انا مو رجلي انا اتدبر
اي ما فكرت فيها ما فكرت فيها سرش مدريني انا ايش مد روحي يدير بالك تغش راح اروح انا وبنتي نختل تمام لا الان ما اغش انا ما احب الغش انا ما أربعة خمسة خمسة ستة على كيفك مريم مريم تعالي خدلي هنا ورا الباب قوم خدلي ورا الباب يلا يلا جواب قريب عليك حلال دائما هم يقتلون بالغرفة ما عندهم غير الغرفتين والهول والممر أو أنا أكيد هاي هنا خاتل الفار ماك أحد أو أكيد لو بهاي ماك أحد را يا رب استرك هاي هاي شبيكي ولي أنا أول مرة أشوف واحد أنا أول مرة أشوف واحد هيجي خاتل فلسي حتى زين انت خاتلي ليش ضعفين نفسك حتى ليش شباب بعد اكو عندنا فارس غيره يلا شوف ايش عزيمه بمطعم بس دليني مريم وين اي ما اخون المهنه اشتغل بيها ما شاء ما اخون الي من اذمح بس ذهب ليش بس دليني مريم وين شوي بحبحها سوار تخم برازيلي لا لا عشان اخر عرض اخر موديل بوتين رياضي اديداس جمال قريالة مرغتين صدق والله يلا دعاي دير بالك متوفي العرض دير بالك مريم وين راحت ما عند ليتها بالمجر ماكو غير المجر هاي شنو ماكو هنا شو هاي شو سرا هاي ايدينات منو سرا مواد الحفارة يا بنتي وردك يا الهي يا رب العالمين هاي انت مريم والله خفت من عندك شو شنو معطي روحي روحي غبان عبادي تمساح شوف شنو لا يا بشبيك يا اهلا وسهلا يا قلب حد الثاني مني يا مريم 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 الحلوة مريم مريم الزينة مريم مريم الشاطرة مريم مريم الثانية من تحدي الغميضة اللي هي تحدي الصوت هاي الوصوية صراحة نشدها برجلنا واحد يغمض ويضربنا بالمخدة او بشي انا خلي احكي لكم اشرحي اشرحي خلي نغمض عينه ونربط الواحد منها اي يربطها برجله اي ولازم ما يطلع صوته لازم ما يطلع صوت اللي دا يلعب ويضرب ويسمعه راح يضربه لا تغش ما يصير تغش على الصوت على الصوت متى تطلع صوت وين الصوت انزين اثنين ثلاثة أربعة خمسة وين جدي؟ ليش ما تقول لي وين جدي؟ والله تعرف صوتنا يطلع هذا التحدي جنن يا سرا وكلش ضحكنا عليه يلا سرا الدور دورك ومريم جاهزة واحد اثنين ثلاثة بلشي مريم خرفة والله شيطونة والله شيطونة مريم يا جماعة والله شيطونة مريم يا مريم مريم يا والله رادت تضربها والله رادت تضربها وي اضربي اضربي اي 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 يا ربي يا ربي اضربي 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 مريم اني ابوك خرب حظك وحظي اضربك اني ابوك علياني مر هناك اي اضربي 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 خرب عيني لك حبيبتي اضربي اضربي ادك اضربي يا ولدي يا ولدي ها مريم يا ها شر ها ولد شاني ابوك يا ولد خرب حظك اني علي روحي من هناك روحي من اي اضربي اضربي لنا غدا متنا من الجوع ونرجع نكمل الجولات الثانيه يلا سرا يلا مريومة نحب نبشر مريومة ونحب نقول لها اليوم الغدا مالتنا بانيه مريم تعشق البانيه مع البانيه اسميها
سماسم اي مامي من تقولي انا اليوم مشتهيه سماسم يعني بانيه تريد وتمن اتفقنا سمتها سماسم من هي صغيره عود لين الباميه بها هاي الحبيبات الصغار مريم على هذا الشيء سمتها سماسم يلا حبيبتي خلينا نتغدى مريم الحلوه هدول الشطر ها تعليقات اساميكم حتى نحطها كلها والله العظيم انتي ورده اليوم طالعه قاسم اه حبيبتي يا جماعه اسمعوا الكلام اي وكلوا حتى تسمعوا اي حتى تسمنون اي لا تظلون ضعيفين هيك مو حلوين لازم تتعلمون تاكلون مثل مريومه يلا عافيه تمام يلا حبي يلا اكلي يلا اكلي حبيبتي اكلي يلا حتى نكمل جولات الغميضه ورانا العاب ايه هسه وصلنا المهنة بالعافية حبيبتي الشراء الجولة الثالثة تقول لازم نغمض عيننا ونختل الله يستر شو راح يصير يا رب ستر يعني انت تتخيلون ايش راح يصير يعني انت ومغمض عينك تروح تختل بمكان ما ادري وين ولازم واحد يجي يشوفك انت ها يعني تغمض عينك اي 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 واحد اثنين ثلاثة على كيفك على كيفك سرا اختلي انا مالي دخل وين ما تختلين اختلي من واحد ل 50 يلا 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 سرا هاي وين جاية حبيبتي وين جاية والله قاعدة يا شيطونة والله اندلت المكان سرا يا جماعة وين تروح والله وين تروحين والله العظيم باعه قاعد تندل والله حافظت للبيت حافظت للبيت انا ما يصير اقول انا ما اقول انا انت لازم تلقيها بنفسك ماني وما تمام حبيبتي يلا وين يا ربي عساس مريم لازم تلقين امك لا تعصبيني يلا حبيبتي يلا ماكو ورا الباب الحمد لله والشكر مو يومية ورا البردة مو يومية ورا البردة سمينا البردة مريم يمكن خاتله هنا أنا أمه شو والله إيش فيها يوه همينا ماكو دوريها أبو سيدش بس دورينا ياها زين ماك شنو همينا ماكو يمكن ختلت بالجدرية يمكن ختلت ولا ما تكفي بيها الجدرية يا رب شو والله لقطتها هلا شفت رجليناتك من بينك واحد يختل هنا عفت المكانات كلها شنو شعورك من ختلتي وانت مغمضه جيتي تختلين بس انا حافظه الشيء فجيت تلبست وجهي هسه اجى الدور الي لازم انا اغمض وانتم تدورون علي واحد من عندكم مريم اثنين ثلاثه اختلي مريم راح تخلص اللي حسب يلا اختلي يلا حبيبتي يلا ولك هنا الحائط خرب حبتي يلا ها مريم ها مريم ها حبيبتي يلا والله قاعد تغش يا جماعة والله قاعد تغش مريم غشاشة والله مريم غشاشة يا جماعة الله صبري الشراء صبري بس ايش بيش مستعجلة ما تقولي حبيبتي ختلتي يلا اختلي جيد غشاشة اختلي اختي افتح غمضة حينش غمضة حينش يلا حلال زيابة وقول لك وين راحت سرا وعبرت الشارع ركض وطبت على الشارع العام وجدتها سيارة وسلم عليها بالسيارة قالها وين انتي قالها دا قالت لدا اخت العم وقالها ختلي ويانا بالصندوق كل ثاني يوم غمضة عينها وقالت ما تبدل عليك وين ختلت شي تريدين انطيج شي تريدين انطيج يا سرا هلش هاي مريم الشريرة لا والله ما قلت لها والله ما قلت لها مريم انا لا والله ما قلت لها وصلنا نهاية الفيديو ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس شنو رايك مريم بالفيديو كلش حلو والله كلش حبينا لهذا الفيديو انتظرونا فيديو ثاني مع السلامة مع السلامة لا تنسونا كتبونا تعليقات حتى نطبعها وناخذها نشوفكم فيديو جديد مع السلامة